السؤال عندكم عن الشخصيات. تعجبني نظرتك يا سعد للسؤال. والله يا شيخ يمين ولا يسار؟ يسار. انا اللي اتكلم. طب قلت يسار شباب. ما قلت يسار انا. طب نروح يمين يعني؟ ركز ركز. يلا بس لا اخترنا احنا يسار، شو نسوي بكم؟ خلاص ما نبغى نجاوب، خل سعد يجاوب. يلا الشافعي. خل سعد يعرف حاله. يلا الشافعي. الشافعي الشافعي الشافعي. اجابه خاطئه. هل هذا اسمه يقول الشافعي؟ عيال انتم ما تعرفوا السؤالين كلها صعبه، اختاروا اليمين درجات اعلى. ايش بقول يا عم؟ والله ما هي ها ليه ما جبتوا يا ابويا السؤالين صعب، اختار اللي من درجات واعلى. انت قاعد تتكلم انت بنفسك قاعد تقول لا تكلمني من ايش. انا ما اخترت. اختار يسار. حلو. لا يا ابوي لا والله كل اللي اختار يسار. اختار يسار الا تبان يسار. شباب شباب ننتقل فريق الرفاده. جميري هدي. سعد قحطاني هدي شويه. نسمع الرفاده. معلوماتك حلوه انت رهيب. يلا نسمع الرفاده شباب. يمين ولا يسار؟ الحقني بروح يا ابو يمين 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 يمين, يمين. لا خير في السرفي ولا سرفي. ممكن ابن حارثة متوكل. شوف انا احس انا اطلع المامون. انا اقول ممكن. لا انا اقول واحد اثنين. انا اقول مثنى. متوكل. انا اقول المثنى. متوكل. متوكل. انا اقول مثنى. المثنى هنا. المثنى هنا. المثنى. متوكل. بسم الله بسم الله بسم الله. المثنى يا رب تطلع صح. المثنى بن حارثة. الاجابه خاطئه. صح صح صح. على المامون يا اخي. متوكل متوكل. ايش الصح؟ وش السؤال؟ بس ذكروني السؤال يا شباب. لا خير في السرفي ولا ايش كنت تبغى انت؟ المأمون. المأمون مثنى. المأمون. المأمون. انا اطلع المأمون السالفة اشيله. لا ما ادري. يلا ننتقل لوفادة. يا رفادة هدوء. رفادة هدوء. نسمع الوفادة. اتمنى الكل يتعاون بس يعطي فرصه لغيره. والله الهاشتاج مولع يا شباب. انا ما ادري ايش اقرا. كافح بالشر ملقى الموت مع الصد خير من الحياه مع الكل. يمين 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 يمين. يلا يمين. ان شاء الله يا كافح يا رجال. اوكي طيب ممتاز. طاغور اوكي. قول لي انه مترجم فيسكي. تريفيسكي ذا شكله. ما شاء الله يا كافح بالشر. انا اتوقع انه تولستو. انا جاني احساس خير من وسطها. من يقول وسط ارفع عده. من وسط. لا 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 تمام. الصمله وسط. هذا وسط الصمله. تول تستوي الاول. الاول الاول. انا اقول تول تستوي. يا حمد عمر الاول. الاول والاجابه صحيحه. انا اقول يا ما خربت ما خربت بتزيد. جمعان متى الحلقه الاخيره؟ والله اسئله صعبه. طيب يا شباب الجميع صفر ما عدا الوفاده 58 نقطه. قلبي يعيشك برا عيونك يا الوفاده. والله انت مشرور صحيح. وحده 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 تول تستوي. يلا ننتقل للسقايه. اوكي شخصيات الجوله الثانيه. السقايه السؤال لكم يمين ولا يسار؟ جماعه تقول شيء جيبه. يلا يمين ولا يسار؟ من هو المختلف؟ اوكي ها اليمين اسال ولا اليسار؟ اليمين ولا اليسار؟ يمين يمين. يلا يمين يمين. رايموند هيفن. انا اللي اعرفه انه رايموند هيفن. كيف كنت تختاروا انتم؟ اعرف انه رايموند هيفن. يلا رايموند هيفن. يلا يا رب. الاجابه خاطئه. للاسف الاجابه خاطئه. ان شاء الله معوضين خير شباب. الموضوع سهل. انه فريقنا كل الفرق نبي نأجل المسابقة. ليش؟ ما عليه ما عليه. عمر سعد 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 اسمع اسمعني اسمعني. يقول بعد شوي نشوف. مخترع التلفون يقول انا اعرفه. عمر يقول انا اعرفه. ثورد فورد. شباب 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 شباب
عشان واحد الصوت رفادة سقاية عشان واحد الصوت عشان واحد الصوت شباب لأن الجمهور في الهاشتاج يتضايق من تداخل أصوات الجمهور في الهاشتاج يتضايق من تداخل أصوات شباب التلفزيون يختلف في الطبيعة التلفزيون لازم واحد الصوت في مكان واحد حين السؤال رفادة يكون خلاص حراك الصوتي موجود عند الرفادة الرفادة والجمهور يقول من الآخر رفادة شيء فاخر يسعد لي أم جوهم الرايق ويسعد الشباب الرفادة من الآخر شيء فاخر يقول لك ما يحتاج غالي طيب يحتاج يلا بسم الله الحين السقاية صفر نشوف الرفادة جو مع السؤال ولا لا الشخصيات الجولة الثانية مين ولا يسار خذ يمين 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 تعرفون يمين ولا يسار باوي دانتي سيت هانت شوف أنا راح أحلل الأسماء دبابيس يعني نحن لو جاوبنا مقتنع دبابيس إيش حنستفيد مقتنع دبابيس معاد معاد حافة عام هذه معاد حافة السين مختلفة دبابيس معاد والله ها سيت هانت سيت هانت خلاص ما في له حرف السين مشترك حلوين يا اخي ما تعرف الظروف يلا مثل ما اتفقنا شباب نوحد الصوت للوفاده نوحد الصوت للوفاده شباب يا ابو يارا انت يا اخي ما تقرا الهاشتاج حقنا ولا شيء الا 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 في كثير يمدحونكم بس انا ما لقيت شيء اقرا يا اخي طيب يلا كريات الدم البيضاء من هو مخترع مانعة صوت يمين 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 هاي نواف عندك هذا التخصص والله ما بعد جاني بس اصبر هو بين سيناك وبوشناي تعال شوف بوشناي لا هذا اسم دوله ما له دخل الاول الثاني انا اقول الثانيه سيناك ايش تقول سيناك انا اقول بوشناي لانه الثانيه ارفع يدك وانا جاب الثانيه الحال هيا يعني اتوقع اللي هو الثانيه سيناك ابو سعد والله بوشناي يلا روح ابو سعد سيناك 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 جاب طبعا شباب الجولة الثانية نسمع نوحد الصوت الجولة الثانية في الشوط الشخصيات سقاية صفر الرفادة 102 الوفادة 62 يلا السؤال عند السقاية تفضل يا سعد أقول الله يرزقنا بالحظ اللي رزق اللي ما بقايه إن شاء الله هذا الحظ لكم بإذن الله إن شاء الله يلا